ناوي سافر بعيد وما ارجع لوسع افاقي بدماغي حتى الصورة اوضح اقشع عم نفتش عباب نلقي ما في شي اسمه غير شرعي لانه كل البلاد ملكي ما تفكر تعمل قلق والعذاب قرفي بعد ما تقدم عفيزة ممنوع البال يرخي اذا بدي سافر ما ضروري تعمل بالذات مثلي هل انت مستعد انه تاكل كتاب مقلي ما تفكر عن ضحكك بهالمقطع العمر صار قصير والوقت صار ابطأ لوين ما كان بدي روح وهالمقطع كتبته من بعد ما سافر تي ان تي باسبوع لسافر كيلومترات يلا انا الاوان لوين انا بدي روح يا زلمي يلا الي لوين الارض ملك الجميع هيك مكتوب بشرعي يعني ما بحياته كان السفر غير شرعي Some.